ارتبط اسمه بالفكر التحرري الديمقراطي. الفرد ما بحس بإنسانيته إلا إذا كان حر. اقترب من السياسة بقدر ما كانت أخلاق ومبادئ. فكرة المساواة فكرة جوهرية اليوم لحتى الشخص يحترم نفسه ويكون يشعر بكرامته، هو مش عبد لشخص، هو يخضع للقانون. وفارقها بعدما تحولت إلى مساومات ومناكفات. نحن بشر وإلنا حقوق وإلنا كرامة وبحق لنا أن نكون مثل الآخرين، مش استثناء. الدكتور برهان غليون في فسحة فكر، الجمعة 2 مساء بتوقيت غرينتش، 5 بتوقيت مكة المكرمة.